ملعب في المغرب وإفريقيا، ملعب بمواصفات كبيرة، واحد من المسارح المهمة كرويا في المملكة المغربية. هذا الجمهور يترقب، نعود لنذكر بلغة الأرقام بأن اتحاد طنجة هو من يمتلك أدوات الريادة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن الوداد، وبالتالي اتحاد طنجة يسعى لتأكيد الحضور، يود أن يبصم على نتيجة إيجابية في هذه المباراة في مواجهة المغرب التطواني، في مباراة بعنوان الكلاسيكو، بعنوان الديربي. فريق المغرب التطواني ربما حقق نتائج إيجابية في الدورات الأخيرة كما ذكر كابتن مولود مذكر مع مدربه الذي يظل من الأسماء التي تعرفها. بن حسين اسم ابن النادي له فلسفة خاصة، وما تحقق يحسب لهذا المدرب ولإدارة المكتب، ولكن ماذا عن خصوصية هذه المواجهة؟ إضافة أخيرة قبل أن نتحول لأجواء التعليق. شيء جميل هو أن تشاهد المدربين مدربين من أبناء النادي أنهم يقدموا مردود وأداء راقي طيلة الموسم في أوقات صعبة جدا، وبالتالي هذا يدل بأن المدرب والإطار المغربي أو ابن النادي له مكانة خاصة، وبتنتمنى أن المسؤولين أنه ينظر للمستقبل لهذه المدربين بشكل كبير، وأعتقد أن المدربين قدموا كل ما لديهم، ونتمنى إن شاء الله نشاهدوا مباراة جميلة. إذن أولمبيك أسف مواجهة الوداد، مباراة منقولة على HD10. التعليق سيكون لزميل عبد القادر الشنيوني. أما القمة المرتقبة ما بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، ودائما ضمن فعاليات الأسبوع 29 من رحلة الدوري المغرب المحترفين، التعليق على هذه القمة سيكون لزميل جواد باد. أحلى الأوقات نتمنى لها.